انا تيبقى فيا بعد الحال شي واحد عنده 600 700 درهم 800 درهم وكيمشي عند شي مول تليفونات كيقول لي عافاك اخويا عطيني شي تليفون باش نديباني. سطر على هاد الكلمه باش نديباني. كيمشي كيعطي تليفون فيه معالج ما معروفش فيه شاشه عيانه باتري عيان ستوكاج كيعطيني انا 32 جوج في الرام ولا واحد في الرام ب 600 ولا 700 ولا 800 درهم. انا تيبقى فيا الحال جيت نهرس هاد القاعده وسعدات اللي غيتفرج في هاد الفيديو وسعدات اللي غيشوف هاد لابرومو راسك غيضرك وراسك راسك غتقول او كيفاش سناب دراغو 690 هاد المعالج هذا اللي كاين في التليفونات فوق 2000 درهم ولا نقولوا التليفونات فوق 1800 درهم سناب دراغو 690 هاتف 5 جي غنبيعو اليوم ب 799 درهم. سمع ايش 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 قرب معايا شارب اكوس سانس 5 جي شوف لومبرينت بعدا فين جات والخفه هانت اللهم بارك شوف لافيشاج شوف لي التليفون واللوينات اول حاجه غنبداو بها كما قلت لكم المعالج وسطر عليه ثلاثه السطوره سناب دراغو 690 اي تليفون دابا شي واحد كيبريزونتي ولا كيهضر ولا كذا ولا كذا حتى 1500 حتى 1700 سولو اش من معالج والموتور غيقولك ميدياتيك هيليوس جي 70 جي 80 لا سناب دراغو 690 5 جي 4570 ميلي امبير وفي نفس الوقت تليفون تيب سي وكيتشارجا ب 27 واط لافيشور ديالو اي بي اس اكزو بالاش دي ار 10 لومبرينت كيفاش جاتنا تليفون كامل الومنيوم ديزاين ديالو تليفون الاخوان يعني 799 جيجا في الرام ماشي الرام بلس 4 جيجا في الرام ديالو عاد 64 جيجا خليني من التليفونات اللي كيقولك دابا فيه 2 جيجا زائد 2 جيجا لا 4 جيجا في الرام ديالو عاد 64 جيجا ديال ستوكاج كامله سال لي تليفون باش نديباني جاني ثلاثه اللوينات في الكحل في هذا الخضر بحال الكري وفي هذا الجولد هذا اللهم بارك الحاجه الوحيده اللي نقول لكم الاخوان راه خساره اما كراش بحال السلعه تكون عندي 100 200 قطعه عندي 20 قطعه يعني 20 مستفيد صراحه ما غيتعاودش بحالو نخلي لكم ليا ديال لو سيت اللي بغى يدوز لا كوموند ديالو المحل في الدار البيضاء انسي مشروع السلام جوج تبارك الله عليكم.